تأتي هذه التحركات لإدراك إيراني لطبيعة المرحلة وطبيعة التداعيات المختلفة وانفتاح الجانب الإسرائيلي على توسيع عملياته في الداخل السوري ومحاولة ابتزاز واستفزاز سوريا لفتح الجبهة السورية في مواجهات مفتوحة في هذه الفترة. يمكن استشعرنا ذلك في مرات سابقة وقلنا أن هناك احتمالية لأن يكون هناك جبهة سورية لمحاولة إسرائيل ربما تأمين كافة الجبهات ومحاولة ربما تحقيق أهدافها المختلفة في توقيتات متوازية. فأنا شايف أن ده ربما قد يكون رهان إسرائيلي ومغامرة شديدة قد تدفع ثمنها إذا ما تحركت الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري بشكل كامل. وبالتالي وزير الدفاع وسابقها مستشار المرشد علي الأرجاني، أنا شايف أن هي بتؤكد على من الزخم، نوع من التنسيق، محاولة قراءة الموقف وأبعاده، وربما وضع السيناريوهات المختلفة للبقاء في حالة جوهرية تانية. نعم، هل برأيك أن إيران اليوم قادرة على فتح جبهة في من سوريا على غرار جبهة لبنان طبعا لمواجهة إسرائيل في هذه الظروف التي تتعرض لها إيران، خاصة على الفصائل التابعة لها أو كما يقال لأذرع إيران في المنطقة، ضربات الموجعة التي تتعرض لها، وخاصة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتحدث عن إنهاء الحروب ربما، هل اليوم الوقت سانح لفتح جبهة من سوريا؟ أعتقد أن إيران لا تحبذ ولا تفضل في هذا التوقيت فتح الجبهة السورية. إيران تعاني بشكل كبير جراء الفترة السابقة التي ربما تكبدت فيها العديد من الخسائر على مستوى التنظيمات والميليشيات وعلى مستوى الأفراد والقيادات، لأن هناك حالة فراغ قيادي في العديد من المناطق على الرغم من تعيين نعيم قاسم في حزب الله اللبناني او ربما محاوله ربما ترميم بعض الميليشيات والتنظيمات، ولكن هناك خلل وهناك ضعف وادوات ايران في التاثير باتت اكثر ضعفا خلال الضربات الاخيره المكثفه وفي اوقات قصيره. حاله الفراغ للقيادات الكاريزميه التاريخيه حسن نصر الله وقبله يمكن اسماعيل هنيه وغيرها من القيادات فؤاد شكر وغيرهم، انا شايف ان يمكن مرحله انتقاليه صعبه تواجه فيها ايران اختبارا حقيقيا لمصلحتها جبهات متنوعه، ولكن قد تجرأ وقد ترغم على هذا الامر لان المعطيات كلها بتتحدث عن ان اسرائيل تريد استخدام الظرف التاريخي واستخدام السياقات المختلفه لتحقيق اهدافها بشكل كامل. ايضا مقدم دونالد ترامب على الرغم من انه تحدث عن انهاء الحروب ولكن باي طريقه وباي اليه واي حلول، قد يكون هناك مقاربات ذاتيه تحمل ربما دعم إسرائيل بشكل منفرد وحلول غير متسقة وغير عادلة أو منطقية، وبالتالي ده قد يؤزم الأمور. فأنا شايف أن إيران تحاول التهدئة، تحاول امتصاص مثل هذه الضغوطات حتى لا تقحم نفسها في جبهات مختلفة، أو ربما تنتظر مقدم دونالد ترامب قد يكون هناك بصيص من الأمل لتسوية وتطفير هذه الجبهات، أو أن يكون هناك اتفاق سياسي ما سواء على جبهة قطاع غزة أو على الجبهة اللبنانية. فبالتالي على السياسة الإيرانية نوع من التمهل والتفكير والتأني نوعا ما، ولكن بالتأكيد سيكون هناك رد ورد على الرد ومواجهة إسرائيلية إيرانية في حدود معينة خلال الفترة القادمة. نعم، جزيل الشكر لكل هذا التحليل والمداخلة معنا من القاهرة هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات.